يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نرى كثيرا من النساء يمشون مع الرجال في كثير من الأماكن التي خصصت للمشي، وهذا ملفت للنظر في الآونة الأخيرة، فهل يا شيخنا الفاضل مثل ذلك يجوز ونأمل إصدار فتوى في مثل هذه الأماكن، حيث إن النساء تزاحم الرجال ويسرعن بالمشي سرعة لا تليق بهن؟ لا تجوز مخالطة النساء للرجال لا في الطريق ولا في المجالس ولا في المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم جعل النساء في الصلاة خلف الرجال، وأمر من صلى معه من الرجال بعد السلام أن ينتظروا حتى تخرج النساء، لئلا يحصل لذلك اختلاط بين الرجال والنساء. نعم.